أهلا وسهلا فيكم، خلينا نتعرف سوا على مسار سباق بلومبانك بيروت ماراثون 2018. سنة هدفنا نكسر الرقم القياسي للسباق ونسجل وقت أفضل من 2:10:41 للرجال وساعتين 2:28:38 للسيدات. تحسين مسار السباق بالعام 2018، منحنيات أقل، ارتفاع أقل وتخفيض معدل الانحدار ساعدنا بتحطيم جميع الأرقام القياسية السابقة، لهيك رح نحتفظ بنفس المسار المميز لهالعام. خلينا ناخدكن جولة على المسار الجديد والمميز. رح ننطلق من واجهة بيروت البحرية باتجاه زيتونة باي، رح نركض على جهة البحر لنوصل للمنارة، رح نلف لأقصى اليسار مروراً بالجامعة الأمريكية، منكمل فوق النفق لنوصل لتقاطع الجنرال فرانسوا الحج مروراً ببلدية بيروت، ناخد يسار وبعد يمين باتجاه جسر شارل الحلو حد مرفق بيروت، هون رح نلف يمين لنوصل على مدخل برج حمود، من بعدها مناخد الطريق البحرية لنوصل حد بناية آيشتي، ومنلف لنرجع برج حمود عبر الطريق البحرية، منكمل ببرج حمود ومنروح يمين صوب الدورة ويمين لنقطع بولفار ميرنا شلوحي، بعد يسار لبلدية جديدة ويسار حد جسر نهر الموت، ناخد طريق الزلقة، منمرق بجل الديب لنوصل لأنتلياس، منلف قبل كنيسة مار الياس ومنركض على الجهة المقابلة، بعد يمين حد جسر نهر الموت ناخد يسار بعد يمين ومنروح على يسار طريق نيو جديدة ويسار حول ساعة الجديدة باتجاه شارع مار يوحنا، بنهاية الشارع منتوجه يمين لنقطع بولفار ميرنا شلوحي ومنروح يسار حتى مستديرة الدورة ويسار لشارع أرمينيا وكمان يسار لشارع السكة لنوصل لمدخل برج حمود ونعبر فوق نهر بيروت، من بعد يسار لكورنيش النهر مروراً بسوق الأحد، منكمل باتجاه فرج الشباك جامعة الحكمة ومنلف لنرجع تحت جسر الفيات، نتوجه يمين لتقاطع برج حمود. لآخر مرحلة من السباق منروح يسار لمرم خايل تحت جسر السكة وحد محطة الترال القديمة، نجتاز شركة كهرباء لبنان وشارع باستور للآخر، ناخد يمين فوق الجسر لتقاطع بيت الكتايب وبعد يسار لخط الوصول عن ساحة الشهداء. نتمنى يعجبكن مسار السباق ويكون حافز لإلكن لتكسروا أرقامكن.